عسلامة، مرحبا بيكم. الوصفة متاع اليوم روز بالسبناخ، راهي وصفة سهلة سهلة برشا وبنينة وماهيش مكلفة. حضرت 300 غرام روز، هذا روز غسلته، وهذوما ربطين سبناخ، شوية بصل أحمر، جرينات فلفل شايح أحمر، راس ثوم قسيته، فلفل أكحل، ملح، وعنا زيت زيتونة. توا باش نحطك الروز باش نصنتو، باش نصبلو الماء. احنا في العادة الروز راهو صحفة روز عليها صحفتين ماء. انا قاعيني ميزاني، باش نحط مغرفة ملح، وهذايا باش نحطو يتسمت. باش ناخذ كيس بنيخ هذايا باش نحيلو الساقين نتاعو والوراق هذوما، اما نصمتوهم والا نفوروهم احنا واللي يساعدنا. السبناخ انا باش نصمتو في المقلة، ما نحطو حتى نكتة ماء، وهو تو يسيب ماء ويتسمت فيه. السبناخ هاني كملت ورقته، توا باش نغطيه وباش نهزه يتسمت على نار واطية، ونحط الروز زادا يتسمت. السبناخ قاعد يتسمت، أكا بدا يذبي، سيب ماء، الروز بدا يغلي، البصل هاني قصيته، والفلفل الأحمر هاني قصيته زادا طروف صغار. السبناخ تسمت وهاني توا باش نطفي عليه ونحطه في الكسكيس باش يستقطع. وتوا باش نخليه يبرد شوية وبعد باش نقصه. الروز طاب، الماء متاعو جا قد قد، توا باش نصب مقدار متاع مغرفتين زيت، وباش نحطك الفلفل الأحمر اللي قسيته الشايح، ونخلط. وباش نخليه يزيد دقيقة اك الفلفل يسيبك الطعم متاعه في وسط الروز، ونطفي عليه. السبناخ قسيته وعصرته من ماء، وهني حطيت المقلة على النار، وباش نصب مقدار متاع 6-7 مغارف زيت. نحط الثوم، وباش نحط البصل الأحمر اللي قسيته جويد، ونحرك ونخليهم يتقليو شوية فك الزيت الزيتونة. البصل والثوم هني ذبلتهم شوية، توا باش نحط عليهم اكس بنيخ اللي سمكتو وقصيتو. نخلط اكس بنيخ مع البصل والثوم اللي قليتهم في الزيت. السبناخ تقلى، قليته 4 دقائق، وتوا باش نحط عليه اكل الروز اللي طيبته. نحرك توا الكل في بعضه، توا باش نحطو شوية فلفل أكحل، ونغطيه ونخليه يزيد يطيب دقيقة أخرى، وبعد نطفي عليه. الروز طاب وهني توا باش نطفي عليه. هذايا الروز اللي طيبته بالسبناخ، وصفة سهلة وبنينة وماهيش مكلفة. بالنسبة للملح
انا راني حطيت كان في الروز خاطر السبناخ فيه الملح باش ما يجينيش مالح، وحنا نذوقو كان ناقص ملح نزيدوه. هذايا الروز اللي طيبته اللي بالسبناخ وبالفلفل الاحمر، وان شاء الله عجبتكم الوصفه نتاع الروز. وبالسلامه وشاهيه طيبه.